أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد فشل في الدعوة أكثر من مرة، هل يعد ذلك ردة عن دين الإسلام؟ نعم، لا شك في ردة هذا، لأنه تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم، تنقص دعوته، وكأنه يقول الرسول ما عمل شيء، دعوته فاشلة. نعم، فهذا ردة صريحة، لأنه سب للرسول صلى الله عليه وسلم، تنقص له ولدعوته عليه الصلاة والسلام. نعم.